سي محمد اللوسي المدير التربوي لمعهد ايباك المدرسه المهنيه للسمع البصري والجرافيزم. اليوم كان الاحتفال بتخرج الفوج العاشر للمؤسسه. الحمد لله كان عندنا ان طوط غيوسيت ديال 100%، يعني ما كانش عندنا نسبه ديال الرسوب، والطلبه اللي كانوا التحقوا بالمؤسسه كاملين توفقوا وقدروا انهم ياخذوا الدبلومات ديالهم. نسبه النجاح كانت 100%، وهذا الشيء هذا كيفرحني بزاف. انا كنقول هادو خريجين هما بمثابه سفراء ديال المؤسسه في سوق العمل. علاش؟ لانه بهم هما باش كتنجح المؤسسه. حنا الهدف ديالنا ما كانش غير يقرا وينجح، الهدف ديالنا كان يقرا وتكون انسيرسيون بروفيسيونيل في المارشي ديال لومبلوا. والحمد لله حنا موفقين لحد الساعه في اننا انسيرو بريسك واحد من هاد لوري هادو، تقريبا واحد 60% منهم راهم ديجا راهم في دي بوست خدامين. واحد 25% فضلوا انهم يكملوا القرايه ديالهم في كوساسوا او نيفو ديال المؤسسه ولا في مؤسسه جامعيه، وما تبقى راه كيدوز دورات تدريبيه. الحمد لله هاد العامين هذه كانت شهدت واحد النهضه بالنسبه للمؤسسه، لان ذاك الجهد اللي كان كيدار تقريبا هذه واحد 7 سنين ولا 8 سنين، هاد العامين هذه تضرب فوا 3، لان كان التحاق مجموعه من الاساتذه اللي كنقول بانهم الاباطره ديال 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 التخصص، عطى واحد الدفعه قويه لا فورماسيون في ليباك، وخلى ان حتى الطلبه يكون المستوى ديالهم من الطراز الكبير. وانا الحمد لله جد فخور بهذه النتيجه هذه. لكل مشاهدي النصيب كيف ما كنقولوها، وما يمكنناش الا انجاز كل طالب توفق في الدراسه ديالو وياخذ منحه باش انه يكمل الدراسه ديالو، منحه ديال 100%، وهذا راه ديجا الطلبه راه لمسوا هذه القضيه هذه والتحقوا بالدراسه ديالهم. يعني حقيقه المؤسسه راه هي خاصه، ولكن الجانب الانساني والجانب التربوي ديما حاضر فيها، بدليل ان مجموعه من الطلبه راهم كيقراوا يعني غراتويتمون، وهذا فيه تشجيع للطلبه هذو باش يمشيوا بعيد. معكم حسن باخوس ديريكتور اجوان دو ليباك. Pour le moment, Kakulisana, donc, tiens très ému, tiens qu'on diplomate. Donc, Kakulisana, donc, à la حرم الجمر بهذا اللقاء هذا، والحمد لله ككل سنه دونك استطعنا اننا ننظموا هذه المناسبه هذه. حنا فخورين بالطلبه ديالنا الاكفاء، وكانت مناسبه ايضا اننا نتعرفوا مع العائلات ديال الطلبه، وكان واحد اللقاء حار معهم. وكنتمنى لكم سنه موفقه وسنه موفقه لجميع الطلبه، ومرحبا بكم في ايباك ان شاء الله. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.